الخداع الاستراتيجي زي ما كل الناس عارفة كان سلاح مهم جدا جنب كل الأسلحة اللي ساهمت في نصر أكتوبر المجيد، والمقالة دي تحديدا كان لها واقع مهم في مسألة الخداع الاستراتيجي. هنعرف تفاصيل أكتر منها من خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب والرواية الأستاذ يوسف القعيد. أستاذ يوسف، برحب بحضرتك في التاسعة، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب وانتوا طيبين ومصر كلها طيبة يا رب. يعني المقالة شيء غير عادي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتذكر حتى الان مقال الاستاذ محمد حسين هيكل الذي نشر في الاهرام قبيل حرب اكتوبر، وكان ضمن خطة الخداع الاستراتيجي الكبرى اللي عملتها مصر وانتصرت من خلالها بطريقة غير مسبوقة وبطريقة غير عادية. وده تاريخ مهم يجب أن نتذكره وأن نعيشه وأن نحياه، خاصة الأجيال التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت في مصر، واللي بتسمع عن الانتصار العظيم حاجات أسطورية. لازم يعرفوا أن كل أركان الدولة المصرية عملت وكافحت، ويعني كله يعتبر نفسه مجند من أجل أن تنجح مصر في هذه الحرب العظيمة. يعني أنا بأكد طبعا على كلام حضرتك، ومسألة الخداع الاستراتيجي تحديدا كان لها دور مهم في نصر أكتوبر، لكن أعتقد أن الكثيرين ما كانوش يسمعوا عن المقالة المهمة للكاتب الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل. عايزين ندخل مباشرة في المقالة. أستاذ يوسف، حضرتك تتذكر اسمها تحديدا كان إيه؟ لا للأسف الشديد، إنما من المؤكد هل هي إن لم هل يكن هي أحد للأسف لا أذكر اسمها أو عنوانها. تحية للرجال، إنما بس أنا التذكير بها دلوقتي مسألة مهمة جدا، وده إعطاء كل ذي حق حقه. نعم، ودي سمة أساسية في سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو يعني على حسب معلوماتي المقال كان اسمها تحية للرجال. للرجال مظبوط. يعني الاسم كده الاسم كده صحيح. قد ايه ساهمت المقاله دي في مساله الخداع الاستراتيجي؟ اكيد لعبت دور مهم جدا في خداع العدو اللي كان بيتابعنا اناء الليل واطراف النهار، واللي كان يعني يفعل الممكن والمستحيل علشان يعرف مصر هتحارب ولا مش هتحارب، تعمل ايه، هتتصرف ازاي. وده شهادة نجاح للعسكرية المصرية وللقيادة المصرية في ذلك الوقت وللجيش المصري العظيم، انه اخفى ما يقوم به عن هذا العدو، ولم يكن يفصلنا عنه غير قناة السويس فقط، ومع ذلك لم يتمكن من ان يضع يده على ما تريد مصر ان تقوم به وان تفعله بطريقة غير عادية وطريقة تاريخية يجب أن تسجل وأن تعرفها الأجيال الجديدة والأجيال الطالعة. يمكن أعتقد أن المقالة دي كانت بتستمد أهميتها من أهمية كاتبها في المرحلة دي تحديدا، لكن الأستاذ يوسف القعيد معانا فما ينفعش مسألوش عن ذكرياته في حرب أكتوبر. حضرتك كنت مجند في الحرب. طبعا أنا كنت مجند في حرب أكتوبر. تفتكر لنا ايه النهارده في، واحنا كل سنه بنفتكر حاجات جديده، يعني بنستذكر حاجات جديده. انا ما اذكره حتى الان ان الحروب عاده بتكون بين جيوش وجيوش، يعني جيش وجيش، لكن ما شاهدته بنفسي وما لمسته بنفسي انه الحرب كان المصريين كلهم بيحاربوها كل بطريقته الخاصه، والجيش كان نائب عن هذا الشعب العظيم في انه لازم يحرر سينا ويرجع سينا مره ثانيه، ولازم العسكريه المصريه تسأر لكرامه الوطن ولما جرى في 67 وبعد 67. يعني بالظبط كده، في تعبير كان بيكتبه دايما دكتور جمال حمدان الله يرحمه وفي كتابه عن حرب اكتوبر، عندما يصير الكل في واحد. وده بيلخص عبقرية هذه اللحظة التاريخية في تاريخ مصر العظيم، ويا ريت نستوعبها
ونحاول استعادتها ونحاول نعملها نبراس لنا فيما يمكن أن نقوم فيه، ونقضي على الفردية والإحساس الفردي، ونعتبر أن الوطن هو مشروعنا كلنا، وأن مصر هي حكاية عمرنا كلنا، وعلى كل منا أن يفعل كل ما يمكن أن يفعله من أجل تحقيق أهداف هذا الوطن. الروائي يوسف القعيد، هل يرى أن ما كتب عن حرب أكتوبر حتى اليوم كافي؟ إذا كنت تقصد من باب التوثيق، من باب التوثيق لا من عارف، إذا كنت تقصد الروايات والأفلام السينمائية والعروض المسرحية ولوحات الفن التشكيلي غير كافي. وأنا فرحان جدا باحتفال النهاردة، لأنه ممكن يكتسب لنا أجيالا جديدة لم تكن موجودة في زمن أكتوبر ولم تعاصر هذه الأحداث العظيمة، ومن الممكن أن ربنا ينفخ في روح حد فيهم ويرسم أو يكتب أو يعمل. إنما حرب أكتوبر ما زالت ميدانا مفتوحا لكل موهبة وطنية مرتبطة بتراب هذا الوطن وبروح هذا البلد، وبتعبر عنه بصدق وبتعتبر ان دي رسالة مقدسة. فأملي انه يحصل استعادة لهذه الروح بعد كل هذه السنوات التي مرت. الروائي والكاتب الأستاذ يوسف القعيد، أنا بشكر حضرتك لوجودك معانا، وبقدم لك التحية مرة تانية باعتبارك بطل من أبطال حرب أكتوبر.